اهلا بيكم، معاكم كابتن جيمر. النهارده هنتكلم عن الفويد. في الفيديو ده هتكلم عن ازاي تفتح جهاز ريليكس، وهتكلم عن الريليكس والفرق بينها وبين الكيز. كمان هعلمك ازاي تبتدي مهمه الفويد بالنظام الجديد، وكمان هتكلم عن الفرق بينها وبين النظام القديم. كمان هنتكلم عن حصل الفويد بتاعنا العادي القديم. في الاخر هشرح لك ازاي تفرم وازاي نظام اللود بقى موجود والبايز اللي في الاخر. فشوف الفيديو لحد اخره عشان تفهم كل حاجه. دلوقتي طبعا بعد ما حملت الابديت جديد لقيت جهاز غريب ظهر كده. ده جهاز ريليكس، هتلاقيه طبعا اوفلاين وكده، فانا هعلمك دلوقتي ازاي ايه تفتحه. اول حاجه انت بتروح النافيجيشن، بعد كده هتفتح كوكب الارض، هتبص فوق هتلاقي كلمه ماوس انجكشن. ده عامه في الابديت الجديد انت عشان تفتح كوكب لازم تخلص المهمات اللي طالبها منك، بس احنا عاوزين ده عشان ما بين الجوائز اللي هاخدها الفويد سيجمنت اللي هي تفتح لي جهاز ريليكس. اول حاجه هتطلب منك انك تخلص كويستت وان سويك. عشان تعمل كويستت وان سويك هتروح الكودكس، بعد كده تختار كويستس، هتنزل انت عشان عندي ظهر كتير بس انت في الاوت ظهر عندك يعني وان سويك يعني. هتخش عليها وتخلصها، يبقى انت كده خلصت اول حاجه مطلوبه منك. بعد كده مطلوب منك تتل 150 فورتين جرينير. عامه ده شكلهم، دول اصلا اي جرينير في الارض هم يعتبروا من النوع ده. فلو طلبت منهم 150 هتقدر ايه تخلص ثاني كويست. كمان تالت حاجه مطلوبه منك، مطلوب منك 500 توربيدو. فانت لو دخلت مهمه ديفنس هتخلص الموضوع ده، هتجمع هتقتل 150 وكمان هتجمع الويبدو ده. هتقعد مثلا في مهمة ديفنس 10 ويفز هتكون جمعتهم. لو ما عرفش شكل الويبدو ده شكله، بعد كده هيطلب منك تعمل مهمة السباتاج 3 مرات اللي هي اي برايم، هتلاقيها تحت هتعملها 3 مرات، يبقى انت كده خلصت كل المطلوب منك. بعد ما تخلص كل المطلوب منك هتخش على ماوس انجكشن، وهتبتدي مهمة مش هحقق عليك فهقطع على طول. بعد كده ترجع لسفينتك هتلاقي معلم لك علامة مربع على الجهاز، هتدخل السيجمنت وبكده يبتدي انت الريليكس اتفتحت لك. نبتدي بقى شرح الريليكس. الريليكس ليها اسامي ليس وميسو ونيو واكسي، عامة تعتبر تاور 1 تاور 2 تاور 3 تاور 4 زي ما احنا عارفين. الفرق هنا كمان الكويس اللي هو هيبين لك كل حاجة بتوقع ايه، بس انت بقى المرة دي عشان تخش انت لازم تحدد انت عاوز ايه بالظبط وهتعمل فورمول ايه. بمعنى انت المفروض تجمع التريسز دي الفويد تريسز عشان تشوف انت عاوز ايه. اشرح بوضوح اكتر، انت مثلا ايه لو اخترت مثلا فلوليس هتلاقي حاجات نسبتها في الوقوع زادت وحاجات تانية نسبتها قلت في الوقوع. طب اعرف ازاي؟ في شريط لبن على جنب يوضح لك نسبة الوقوع، لو مليان على اخره يبقى هو كان نسبة الوقوع عالية، نقص شوية نقص شوية هكذا بتقل النسبة. فبالتالي اختار اللي انت محتاجه بالظبط وانت هتعمل فورمول ايه قبل ما تخش المهمة. طيب ازاي اجمع التريسز ديت وازاي كمان نبتدي مهمة الفويد؟ هتخش على النافيجيشن هتلاقي حاجة ظاهرة جديدة كده، هتخش عليها. بالتالي انت دلوقتي عندك يظهر لك مهمات معينة، طبعا انت شايفين ليس فيشو ميسو فيشو كده، يعني ده فويد كذا فويد كذا فويد كذا اللي هو زي الطوارئ بتاعتنا بالظبط. كل مهمة بتطلب الريليكس بتاعتها المعينة بتاعتها. فانت قبل ما تدخل بتبقى محدد انت عاوز تفرم ايه بالظبط وهو مكانه فين، زي ميسو او نيو او كده. وبعد كده بتخش المهمة. طب قبل ما تخش المهمة بيطلب طبعا مفتاح منك، تشوف انت بقى المفاتيح ديت بيوقع ايه بالظبط وتختار المفتاح المناسب للحاجة اللي انت بتعمل لها فرم وتخش المهمة. زي ما دخلت مهمة كده هشرح لك بقى المفروض تعمل ايه خطوة بخطوة. اول حاجة هيظهر الفجوة ديت، بالتالي هتظهر حاجة زي رعد. الرعد ده بيأثر على الأعداء اللي حواليها، لو انت قتلتش الأعداء دول بسرعة هيتحول لوحوش الأوريكن اللي هي بتاعت الفويد، فبالتالي لازم تقتلهم بسرعة عشان هيبقوا أصعب انت تقتلهم لو سبتهم وتحولوا للأوريكن. بعد كده هيوقعوا حاجات لازم تجمع منهم 10، وده شكلها. في حال انت فوتت واحدة او كده ما تقلقش، بيعمل لك تاج عليها وبالتالي بتعرف مكانها بالظبط وتروح تجمعهم. المفروض تجمع منهم 10 عشان تقفل ريليك في شو وكده، يبقى انت كده خلصت مهمة الفويد. المفروض بقى تخلص المهمة العادية اللي انت مثلا لو دخل انت اكسترمينيت تخلص قتل الانميز، بعد كده تعمل استخراج وهيتظهر لك الهدية بتاعتك.
طيب الفويد العادي حصل له ايه؟ طبعا في ناس اول لما الابديت نزل الجديد دخلوا على كلمة الفويد عشان يجمعوا الباين باوتس، ودخلوا على اول مهمة واكتشفوا ان مش طالب مفاتيح، وان في الاخر بعد ما خلصوا مبقاش فيه باين باوتس ولا اي حاجة خالص، لان السبب في ده ان الفويد اصبح مكان عادي زي كوكب الارض زي كوكب المريخ، زي ما ده بقى ليه الجرنيو وكده، الفويد برضه اصبح كمكان وليه شعب الاوريكا، بس مش هيديك باين باوتس، وعشان تجمع باين باوتس هتعمل زي ما شرحت في الفيديو. دلوقتي بقى نيجي لنظام الجوائز اللي بتظهر في الاخر، وازاي تفرم جزء البايم اللي عاوزه واختلافها عن الفويد القديم. دلوقتي في النظام القديم كان واحد بس بيبقى معاه المفتاح والباقي بيخش معاه، وكلكم بيوقع لكم نفس البايم باوت في الاخر، بيبقى عشوائي بين جوائز كتيرة. النظام الجديد ان كل واحد لازم يبقى معاه ريليكس مش واحد بس، وكل واحد بيختار ريليكس معينة للحاجة اللي عاوز يفرمها، ويجهزها بقى حسب اللي بيجمعه زي مثلا فلوليس وكده. بس لاحظ ان مثلا لو كلكم دخلتوا مهمة تبع ميسو مش هينفع تختار غير ريليكس بتاعت ميسو ديت، فاعرف انك بتجمع ايه وبيقع في ايه من نيو او ميسو وكده يعني، وخش تبع المهمة دي، وبعد كده حدد انت عاوز يقع ايه وحط كمية الترانس المطلوبة، وخش مع اصحابك وخلص المهمة زي ما شرحت بتجميع 10 حاجات المطلوبة وانهاء المهمة العادية. طب في الاخر بقى بيحصل ايه؟ في النظام القديم احنا كان بيقع هنا حاجة واحدة لكل عشوائي ما بين باين باوتس كتير. دلوقتي مع النظام الجديد انت بتصغر الدائرة العشوائية دي وبتخليها مثلا بدل ما يقعلك بين 20 حاجة يقعلك ما بين 5 حاجات. مش بس كده، كل واحد بيقعله جايزة مختلفة عن التاني، مش كلنا حاجة واحدة. والاحسن من كده ان بيتيح لك تختار الجايزة اللي طلعت لك او الجايزة اللي طلعت لصاحبك، وعادي ممكن كلكم تختاروا نفس الجايزة مش اللي يلحق يعني. كمان بعد ما بتخلص المهمة بيقعلك الترايز ده، فبالتالي كل ما تجمع تخلص مهمات فويد بيقعلك ترايز اكتر، فبالتالي بتزود فرصتك ان انت توقع حاجات غير اكتر. طبعا الفويد سهل علينا حاجات من ناحية، وصعب حاجات تانية من ناحية تانية. مثلا انت لو عاوز حاجة نادرة هتضطر تجمع زي 100 تريس اساسا، ويعني اصلا يعتبر بيقلف المهمة الواحدة 9 ولا حاجة، فده برضه يعتبر وجع دماغ. الفويد مبقاش اسهل. في ناس بتعتقد ان هما كان بيقعلك 4 جوائز انت تختار من 4 جوائز، لا مفيش الكلام ده. لو انت داخل لوحدك هيقعلك جايزة واحدة بس، لازم تخش مع ناس كتير عشان يخيرك بين 4 جوائز، وحسب كمان الريلكس اللي هم عاملينها، يعني كلهم عاملين ريلكس مش حاجات نادرة، مش هيقعلكوا انتوا 4 حاجات نادرة، فبالتالي لازم كلكم تجمعوا تريس وهكذا، والفويد مبقاش اسهل ولا حاجة. طيب التريس وعرفنا ازاي بتتجمع، بالنسبة للريلكس ازاي تجمعها؟ عامة انصحك بمهمتين تعملهم، اما اكسفيشن اما اسباي، الاتنين بيوقعوا ريلكس كويس. بالنسبة للمبتدئين عندكم مهمة اكسفيشن واحدة في الارض فاعملوها وفضلوا عدوها. بالنسبة للتانيين لو انت طبعا عاوز كل ما المهم يبقى الليفل بتاعها اصعب هيقعلك ريلكس احسن، فروح لمهمات اكسفيشن صعبة، فبالتالي هتعرف تجمع ريلكس كويس جدا. بعتذر عن اي لخبطة في الفيديو او تسرع، انا كنت هنظم الفيديو كويس بس في ناس استعجلت عليه عشان طبعا كله نزل ابديت جديد ونسي يجمع باين باوتس وكده، كمان عشان نلحق نيكس، فللاسف عملته من غير اي سكريبت ولا اي حاجه. فلو في اي كلمه مش واضحه او اي كلمه متلخبطه يا ريت تقولي في كومنت، ولو عندك اي سؤال برضه قولي في كومنت. بالنسبه للمنتجين انتوا عاوزين تفهموا كل حاجه، ما تاخدوش بالكم في المقارنه، ركزوا بس في اول جزء من الفيديو بس كده. تينو اوت.